كان كيما اشار السيد لوك الجمهوريه عندها بعد بالك المواطن البسيط ما يشوفوش، لكن الدوله راهي خدتها محمل الجد. اولا نطرقوا للماده الثالثه من الفصل الثاني من القانون 1521. هنا تتولى الدوله اعداد استراتيجيه وطنيه لضمان التوازن على مستوى السوق بالعمل على استقرار الاسعار والحد من المضاربه الغير مشروعه قصد الحفاظ على القدره الشرائيه للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع الغير مبرر في الاسعار ولا سيما منها المواد الضروريه والمواد الاستهلاكيه ذات المواد ذات استهلاك الواسع. يعني الدوله هنايا راهي ذات استراتيجيه اعدتها لضمان توازن السوق توازن على مستوى السوق. انا نشوف هنا في على مستوى ولايه طنراسق انه مديريه التجاره يعني بغض النظر عن الخرجات الميدانيه كسوسوا اللي تقوم فيها اللي تقوم وحدها يعني ولا بغير ولا المختلطه ميكس كيما نقولوا حنايا يعني ما بين مصالح الامن ولا مصالح الدرك ولا يعني راهي كخطوات استباحيه. اذا كان الفعل تنطبق عليه يعني التكييف القانوني تاع الممارسات التدليسيه ممكن الممارسات التدليسيه هذه راح يصنف يعني يطبق عليه القانون يعني تطبق عليه النصوص القانونيه تاع 0204 و 0408 و 0903 القوانين العاديه. اذا كان الفعل هذا كان الهدف منه كما كنا نتكلموا باحداث ندره في السوق واحداث انفجار في السوق، هنا راح نتوجهوا يعني للقانون المكافحه تاع قانون مكافحه المضاربه غير المشروعه، يعني هنا الجريمه والظروف المحيطه بالجريمه هي اللي راح تخلينا نعطيو التوجيه ولا التكييف الصحيح للواقعه. شكرا. من بعد بسم الله الرحمن الرحيم شهادة المحامي الخارجي مجلس اعضاء طنراسق الجمهورية في فعاليات اليوم الاعلامي التحسيسي المبرمج من طرف الغرفة الجزائية للتجارة والصناعة. كانت لنا الشرف يعني وين دخلنا تحت والله بمداخلة تحت عنوان احكام قانون 21115 المتعلق بمكافحة المضاربة الغير المشروعة. هذا القانون اللي استحدث لمكافحة هذه الظاهرة اللي كما سبق قلنا ظاهرة المضاربة الغير المشروعة يعني كان منصوص عليها سابقا في قانون العقوبات، ولكن نظرا لتداعيات معينة وممارسات وتفشي بعض الظواهر اللي أثرت حقيقة على القدرة الشرائية للمواطن وأحدثت خلل بالسوق دخلت السلطات وعن طريق المشرع الجزائري واستحدث هذا القانون لمكافحة هذه الظاهرة. طرقنا من خلال المداخلة إلى جميع الفصول اللي جاء بها هذا القانون وركزنا على المجهودات المبذولة من طرف الدولة لمكافحة هذه الظاهرة، الآليات المستحدثة، طرق تحريك الدعوة العمومية، الأشخاص المؤهلون لمجابهة أو معاينة مثل هذه الجرائم، وفي الأخير ركزنا على الجانب الردعي يعني هذه الظاهرة اللي المحناه والمسناه من خلال العقوبات المشددة اللي جاء بها المشرع لمكافحة هذه الظاهرة، وشاهدنا يعني تصل العقوبات حتى 30 سنة سجن وحتى تصل للمؤبد في بعض والله في مواجهة بعض الممارسات. شكرا. في إطار الحملة الوطنية الإعلامية والتحسيسية التي أطلقتها مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، أزال التهديد إلى توعية المواطنين والمهنيين بالمجهودات المبذولة من طرف الدولة للدخول لتوفير المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وكذا تذكير المتعاملين الاقتصاديين بأحكام القانون 21/15 المؤرخ 22 ديسمبر 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة الغير مشروعة. مصالح أمن ولاية طنراسق وكعادتها كانت سباقة للمشاركة في هذا اليوم التحسيسي، تطرقت إلى آليات مكافحة المضاربة الغير مشروعة وكذا دور مصالح الأمن الوطني في مكافحة المضاربة الغير مشروعة. الحين تطبيق على تعليمات السيد وزير التجارة وتطبيق الصادرات قامت مديرية التجارة بالترسيخ مع الغرفة التجارة والصناعة للعقار
بتنظيم يوم إعلامي وتحسيسي حول وفرة مواد ذات الاستهلاك الواسع وشرح قانون المضاربة. وهذا اليوم استدعينا فيه تجار، جمعية مستهلكين، جمعية مدنية ومواطنين من أجل توعيتهم، يعني باش يكونوا في الصورة الواضحة ما هي المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل توفير المادة الأساسية للمواطن. وطلبنا من المواطنين ومن التجار التنسيق فيما بيننا من أجل تدعيم الولاية بجميع المواد الاستهلاك ذات الاستهلاك الواسع، وفي حالة وجود خروقات طلبنا من المواطن المستهلك جميع الحلول الاتصال بمدير التجارة من أجل رد هذه المخالفات للتجار الغير نزيهين. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني شاكر لقناة الأوراس على تلبية الدعوة وعلى تغطية الحدث هذا. كما تعلمون الحدث هذا في إطار الحملة الوطنية التي تنظمها مصالح وزارة التجارة. قامت الغرفة الولائية للهجار بالتنسيق مع المديرية الولائية للتجارة تمرس بتنظيم هذا اليوم الإعلامي الذي يهدف إلى توعية المستهلك، توعية المواطن بالمجهودات المبذولة من طرف الدولة لتوفير منتجات وسائل الاستهلاك، أيضا تذكير المتعاملين الاقتصاديين بأحكام القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. أيضا يعني امتاز هذا اليوم بحضور يعني المتعاملين الاقتصاديين والهيئات الأمنية، بالإضافة إلى كان فيه هناك إشراك لجمعيات حماية المستهلكين وجمعيات أرباب العمل والاتحاد العام للتجار والحرفيين بتمرس.